بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبناء الأعزاء، بناتي الفضيات، أنتقل معكم الآن إلى نقطة أخرى من نقاط بطاقة قياس الأداء المتوازن، وسنتعرف معا على كيفية التطبيق الفعلي والخطوات المنهجية التي سيتعين علينا أن نقوم بها من أجل استخدام وتطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن في أي منظمة من المنظمات. احنا اتعرفنا في المحاضرة اللي فاتت على المفهوم، اتعرفنا على الجوانب، اتعرفنا على المحاور، وتناولنا ايضا العديد من المفاهيم الأساسية التي تخدم هذا المجال، وتعرفنا على الجانب التاريخي في هذا الموضوع، حيث عرفنا أنه ظهر هذا الموضوع أو نقش في جامعة هارفارد في عام 1992 كنتيجة أو محصلة للجهود التي قام بها كل من كابلن ونورتون أعضاء التدريس في جامعة هارفارد آنذاك. الآن نريد أن ننتقل إلى الشق الآخر في الموضوع، وهو عملية التطبيق، وهو عملية التطبيق. إحنا ما زلنا في هذه الأداة الهامة أو هذا المدخل المعاصر لقياس الأداء الاستراتيجي، ونريد أن نتعرف معا على الخطوات المنهجية لتصميم وتطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن، بحيث ان احنا بنشوف كيف يمكن استخدامها او كيف يمكن تطبيقها. قبل ما اشرح الشكل اللي امام حضراتكم، ارجو ان يكون قد لفت انتباهكم انني اتحدث عن ما يعرف بالخطوات المنهجية. الخطوات المنهجية معنى ذلك ابنائي وبناتي اننا نتحدث عن خطوات منظمة مرتبة ممنهجة تقود إلى نتيجة معينة، بعيدا عن العشوائية، بعيدا عن الأداء الفهلوي، بعيدا عن يعني الأداء غير الرشيد أو غير الجيد. نحن بصدد أداء ممنهج، أداء منظم، يبدأ في إطار علاقات سبب ونتيجة ويقود إلى نتيجة نهائية أو محصلة نهائية نريد أن نصل إليها. الشكل اللي أمام حضراتكم بيبدأ يتساءل إحنا أين نريد أن نذهب، أين نريد أن نذهب. يبقى دي الرؤية اللي بتاعتنا اللي بتقول نحن نريد غزو وريادة الأسواق خلال 10 سنوات. يبقى إذن المدى الزمني بالنسبة لي 10 سنين، والنتيجة التي أريد أحلم بها أو الطموح الذي أصبو إليه هو أن أتمكن من غزو الأسواق وأن تكون لي الريادة السوقية في مجال صناعتي خلال 10 سنوات. طيب، هذه الرؤية ببدأ أرسم لها أو أترجمها أو أصوها في شكل استراتيجيات، في شكل استراتيجيات تحقق لي اللي أنا بصبو إليه زي ما قلت لكم، الغزو والريادة. بنجد أنه الغزو والريادة لا تتحققان إلا عبر تكلفة منخفضة، جودة عالية، استثمار في تكنولوجيا جديدة. يبقى كأنه الأداء الاستراتيجي بتاعي أو البعد الاستراتيجي بتاعي أو الجسر، خلي بالنا، الجسر الاستراتيجي الذي سينقلني من وضعي الحالي، أنا لا أستطيع دخول الأسواق ولست رائدا فيها، إلى الوضع المنشود، هي أن أغزو هذه الأسواق وأن أتمتع بالريادة فيها. الجسر بقى الاستراتيجي هنا قائم على 3 أركان: التكلفة المنخفضة، الجودة العالية، الاستثمار في التقنيات الجديدة. الاستثمار في التقنيات الجديدة خلال مدى زمني محدد بالنسبة لنا اللي هو 10 سنين. نيجي بقى نقول طيب كيف ستحقق ذلك. بقى نيجي على بطاقة قياس الأداء المتوازن، ما هي جوانب البطاقة في هذه الحالة؟ طيب احنا شايفين قلنا عندنا الجانب المالي، الجانب المالي اللي هو بيقصد به، بيقصد به ايه ابنائي وبناتي؟ افتكروا معايا، ركزوا. ايوه،
يقصد به ان انا اريد تحقيق رضاء الملاك. الجانب الثاني هو جانب العملاء ايضا، اي انني اسعى الى ارضاء واشباع حاجات ورغبات العملاء وفق توقعات. الجانب الثالث بيتم عبر عمليات الإجادة في العمليات الداخلية، بما يتطلب ذلك بقى في الجانب الرابع من عملية التطوير والتنمية. وإحنا في المنظمة أهو بقول لكم بنضيف مجال خامس، الموارد البشرية، أو بنضيف جانب خامس. يبقى في أربع جوانب اقترحها كابلن ونورتون، لكن كما قلت لحضراتكم في المحاضرة السابقة المجال مفتوح بالنسبة لأي منظمة كي تضيف أي جوانب أخرى كانت تطمح إليها أو ترى أنها مطلوبة بالنسبة لها. فإلى الجانب المالي اللي بيهتم ببحث رضاء العملاء، آسف رضاء الملاك، إلى جانب العملاء الجانب الثاني وجانب العملاء اللي بيبحث ويهتم بإرضاء العملاء، إلى الجانب الثالث وهو مجموعة العمليات الداخلية، أنشطة اللي بنقوم بيها لتحقيق النتائج بتاعتنا، وما يتطلب ذلك بقى في الجانب الرابع من عمليات التطوير والتعليم والتنمية. ورأت المنظمة أن تضيف البعد الخامس وهو الموارد. طيب هذه الجوانب الخمسة بيبقى لها عناصر نجاح بسماها عناصر النجاح الحرجة. في الجانب المالي عندنا الربحية وما يتطلب ذلك من تكلفة منخفضة، العملاء لان احنا اتكلمنا كده قلنا في استراتيجياتنا تكلفة منخفضة وجودة عالية، في العملاء عاوزين التسليم بكفاءة وجودة عالية ارضاء للعملاء، في العمليات الداخلية عاوزين التكنولوجيا السليمة او نرغب في التكنولوجيا السليمة المناسبة مع توضيح العمليات التشغيلية التي تتم، في جانب التطوير نحن نحتاج الى الابتكار التطويري او عمليات التطوير والابتكار الابداع والتحسين وغيره، وبالنسبة للموارد البشرية الجانب الخامس محتاجين بقى الاتيتيودز او الاتجاهات والمبادرات والمهارات وغيرها. طيب كل جانب من دول اللي انا ترجمته لعناصر نجاح ببدأ اشوف القياسات بالنسبة لنا ايه. ففي جانب المالي عندنا الربحية والتكلفة المنخفضة، يبقى كأنه انا في القياس هنا بقيس التكلفة الى الربحية، تكلفة إلى الربحية أو دور التكلفة في توليد الربحية. بمعنى آخر إنه كلما انخفضت التكاليف حتى ولو ظلت الإيرادات على ما هي عليه فهذا يعني ربحية أعلى. طب العملاء، حتى يتم إرضاء العملاء وتلبية حاجاتهم ورغباتهم والتسليم بكفاءة لهم، فإن الأمر يتطلب إنه نهتم بقياس نسبة التسليم في الوقت المطلوب، نسبة التسليم في الوقت المطلوب. يعني احنا التزمنا لميت عميل ان احنا نسلمهم البضاعة بتاعتهم الاسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم. طب حين اتى يوم الثلاثاء القادم الميت عميل انا كنت سلمت كم منهم؟ كنت سلمت 90، يبقى درجة الدقة بتاعتي 90. كنت سلمتهم 95 يبقى درجة الدقة بتاعتي 95. كنت سلمتهم 70 يبقى درجة الدقة بتاعتي 70. نحن نطمح إلى أن تكون درجة الدقة 100%، يبقى نسبة التسليم 100%، يعني بحلول يوم الثلاثاء أكون قد سلمت 100 إيه عمل. في جانب العمليات الداخلية نحن نتحدث عن الجودة، جودة التصنيع وجودة العمليات، مفيش إسراف، مفيش تالف، عنصر التكلفة، زمن الإعداد، دي كلها مؤشرات أو قياسات بتوضح لي ما هي ما هو المطلوب أو ما هو طبيعة الأداء أو خصائص الأداء فيما يتعلق بالعمليات الداخلية. لما جينا بالنسبة في التطوير ونتحدث عن التطوير الابتكار، فده القياس بتاعه عبر الأفكار الجديدة، عدد الأفكار الجديدة، عدد النماذج الأولية اللي احنا بتمثل ترجمة ليها بيسموها البروتوتايبس، اللي هي بتمثل ترجمة من مرحلة الأفكار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ثم بيجينا بقى الاتجاهات والمهارات، وإحنا عاوزين نغير الاتجاهات إلى الاتجاهات الإيجابية المرغوبة مع الارتقاء بمستوى المعرفة وتنمية المهارات بحيث أنها تؤدي. ده بينعكس في النهاية في شكل خطة عمليات بقى.
لتحقيق الاداء المطلوب وفق اغراض المنظمه. يبقى التكاليف بتعامل معاها ازاي، جدوله الانتاج واداره العمليات الانتاجيه، التعامل مع العميل وبناء العلاقات مع العملاء، الابتكارات وتشجيعها وغيرها، الدورات التدريبيه والعمليات التنمويه. يبقى كانه هذا الشكل زي ما امام حضراتكم عبر لنا عن منهج متكامل، هذا الشكل يعبر لنا عن منهج متكامل لتصميم وتطبيق بطاقه قياس الاداء. شفت انا بدايه انا رؤيتي فين، وبدات اترجمها الى استراتيجيات، والاستراتيجيات الى اهداف، واحدد الجوانب المختلفه اللي هي خاصه ببطاقه قياس الاداء. عرفت من خلالها على عناصر النجاح الحرجه، تعرفت على القياسات، وتعرفت على خطه العمليات. على هذا الاساس بقى ما باجي اشوف اذا خطوات تنفيذ بطاقه قياس الاداء المتوازن بتمر بكم خطوه ابنائي وبناتي. اربع خطوات زي ما قدام مننا في الرسم، اربع خطوات. الخطوه الاولى تتعلق برؤيه المنظمه، والمقصود بهذه الخطوه انه احنا كاداره عليا، كاداره عليا، اشمعنى بقول اداره عليا؟ ايوه بالظبط كده ابنائي وبناتي، ما احنا متفقين على انه الاداره الاستراتيجيه والاداء الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي والرؤيه والرساله، هذه من اخص خصائص العمل الاداره العليا في المستوى الاعلى. الاداره العليا بما لديها من مهارات، بما لديها من رؤى، بما لديها من المام شامل، بما لديها من هيمنه وسيطره، هي التي تتولى تحديد ما يتعلق بعناصر الاداء الاداره الاسترالي. فلما بنيجي بقى نتكلم على رؤيه المنظمه، فيتم تحديد الرؤيه سواء على مستوى المنظمه او الوحده الانتاجيه، على حسب بقى ما احنا بنتحدث، هل احنا هنحط بطاقه قياس اداء متوازن بالنسبه للمنظمه ككل، ام بالنسبه لوحده من وحدات العمل الاستراتيجي. ايا كان لابد ان احنا نضع الرؤيه، الرؤيه هي الحلم الذي نسعى الى تطبيقه، هي النتيجه التي نطمح على المدى البعيد ان نصل اليها. بدل الحلم بتاعنا زي ما شفنا نريد غزو ورياده الاسواق خلال 10 سنوات، بدل الحلم بتاعنا، وده تقوم اداره المنظمه في المستوى الاعلى على حسب اذا كانت المنظمه يبقى الاداره العليا، اذا كانت الوحده يبقى ايضا اداره هذه الوحده. يتم تحديد رؤيه المنظمه بوضوح وعلى ضوء الموارد والبوتنشلز، وعلى ضوء الدراسات الخاصه بعمليات التحليل البيئي الداخلي، قوه وضعف، والخارجي فرص وتهديدات، ثم كافه العناصر اللي بتبقى مرتبطة بهذه الرؤية التي نريد الوصول إليها. طيب الوصول عشان نصل إلى هذه الرؤية، بنبدأ نترجم بقى نصوغ الاستراتيجيات، نحدد الاستراتيجيات التي سنتبعها. في المثال بتاعنا قلنا طيب حتى نستطيع غزو الأسواق، دخول الأسواق، فإننا نحتاج إلى تدنية التكاليف أو خفض التكاليف، وحتى تكون لنا الريادة فإننا نحتاج إلى التميز، ونحتاج إلى التركيز، ونحتاج إلى تلبية حاجات ورغبات العملاء. الاثنين دول هيساعدونا بقى، اللي هي التكاليف المنخفضة وحسن التعامل مع العملاء يبدأ يساعدنا في بناء الريادة. حددنا بعد كده العناصر الحرجة في النجاح زي ما شفنا التكاليف والأرباح، وزي ما شفنا العملاء سواء الجدد او المؤشرات الخاصه بالنجاح بالنسبه لهم او رضاهم، وزي ما شفنا ايضا التكاليف وكافه العناصر الاخرى المرتبطه بالعمليات، بايه؟ بالعمليات التي نتحدث عنها في كعمليات تشغيليه. وبعدين حددنا القياسات، هنقيس ايه المؤشرات التي سنستخدمها كقياسات للاداء الاستراتيجي بالنسبه لنا. يبقى اذا ما اريد التاكيد عليه، خلاص احنا حفظنا بقى المراحل، انا حطيت الرؤيه حولتها لاستراتيجيه، استراتيجيه حولتها الى عناصر نجاح حرجه، عناصر النجاح الحرجه حولتها الى قياسات.
لكن الذي أقوله مرارا وتكرارا وأكرر وأنبه إليه أبنائي وبناتي، لاحظوا أننا بصدد خطوات منظمة ممنهجة. احنا بصدد ايه أبنائي وبناتي؟ خطوات منظمة وممنهجة تساعدني في ايه؟ تساعدني في تلمس الانجاز، تساعدني في ان احقق الانجاز بشكل حقيقي وبشكل جيد. فعلى هذا الاساس ارجو ان احنا ننتبه، المسألة مش فهلوة، المسألة مش مجرد يعني اداء عشوائي يفتقر الى التخطيط والتنظيم، ولكنه منظم، خطوات متسلسلة منطقية فيها ايضا ابتكار وفيها ابداع وفيها شمولية وفيها تكامل. يبقى لازم احنا نبقى منتبهين، لانه هذا هو جوهر فلسفة بطاقة قياس الاداء المتوازن، خطوات وانشطة منظمة ممنهجة بتسمح بالقيمة المضافة، بتسمح بالابداع، بتسمح بالابتكار، بتسمح بالاداء ليس العشوائي ولكنه الاداء المتوازن. يبقى هنا عرفنا الخطوات وعرفنا المنهج الذي يقودنا اليه هذه الخطوات الخاصة ببطاقة قياس الاداء المتوازن. بس انا عاوز برضو انبهك واحنا بنتكلم هنا، شفتوا كان هنا في ايه؟ كان هنا كان هنا عندنا شوف الجوانب الأربعة، بس كمان لأنه المرونة والمسألة ليست يعني صارمة جامدة، لا، هذه المنظمة رأت أن تضيف جانب آخر. احنا اتفقنا كابلن ونورتون قالوا أربع جوانب: جانب مالي، جانب عملاء، جانب عمليات، جانب تنمية وتطوير. لكن في المنظمة بتاعتنا هنا رأينا أن نضيف جانبا خامس اللي هو الموارد البشرية، تقبل النموذج، يقبل. وبالتالي هنا بقى الفن، هنا القدرة، هنا الإضافة، هنا الإبداع من جانب المديرين أن يأخذ الأسلوب، مش بالضرورة يأخذه كما هو، يراعي أساسياته ولكن يعيد تعديله وتطويره وتكييفه بما يتفق مع احتياجات المنظمة. هذا هو الإبداع، هذا هو الكفاءة في الأداء الإداري، هذه هي الفعالية في الأداء الإداري، أن نوظف الأساليب والنماذج التي ابتدعها غيرنا وكانت تناسب ظروف معينة، أن أقوم ب يعني تعدلها وأقوم بالإضافة إليها بحيث تستطيع أن تتواءم مع ظروفي، أن تلبي احتياجاتي. معايا أبنائي وبناتي؟ طيب نخش بعد كده نتعرف على بقى الخطوات التفصيلية للتنفيذ. هنا كانت الخطوات التفصيلية لإيه؟ للتنفيذ. بكملها بقى الخطوات اهي وابدأ اتعرف عليها. الخطوة الاولى صياغة الرؤية التنظيمية، صياغة الرؤية التنظيمية. طيب عاوزين نتكلم بقى التطبيق، كيف نصوغ الرؤية التنظيمية؟ يتطلب ذلك عقد عدد من المقابلات مع أكبر عدد ممكن من الأفراد بمعرفة طرف خارجي. بنلجأ إلى أهل الذكر، بنلجأ إلى الخبراء المتخصصين، يقوموا يعملوا إيه؟ يعقدوا عدد من المقابلات مع أكبر عدد ممكن من الأفراد عشان نعمل إيه؟ لدراسة أحوال الصناعة والاتجاهات نحوها. بنبدأ ندرس، بنبدأ نتعمق، بنبدأ نحلل، والتحليل هنا يتم عبر الخبراء، عبر الخبراء المتخصصين الذين يستطيعون أن يغوصوا في أعماق الظواهر وفي أعماق الجوانب المختلفة التي يستشعرها كافة المفحوصين أو المستقصين. فبنبدأ نشوف وبندرس نتفحص، بنصل إلى نتائج. وقد يتطلب الأمر ندوة مشتركة تحضرها الإدارة العليا وقادة الرأي. ما هي دي أبنائي وبناتي؟ دخلنا كأننا في مجال العصف الذهني. العصف الذهني بمعنى إن احنا بنولد الأفكار، بمعنى إن احنا بنستمع إلى
الصياغات المختلفة والمرئيات المختلفة والمقترحات المختلفة من كافة العناصر، وعلى رأسها الإدارة العليا باعتبارها الإدارة المسؤولة أو المستوى الإداري المسؤول أو المناط به مهمة صياغة الرؤية التنظيمية، وتجمعهم أيضا بقادة الرأي. يبقى بيحصل نوع من الاستنارة، بيحصل نوع من الترشيد، بيحصل نوع من الإدراك السليم لطبيعة المتغيرات وطبيعة أحوال الصناعة والتوجهات بشأنها. ليه كل ده؟ لأننا نريد رؤية واقعية، نريد رؤية سليمة واضحة. هذه الخطوة أيضا تمر بعدة مراحل. يبقى أنت عاوز أعقد عدد من المقابلات التي يجريها المتخصصون، بتدرس إيه الموضوع بتاع هذه المقابلات إيه، وبتنتهي يمكن ربما إن احنا نعقد ندوة مشتركة يتم تبادل الآراء وفق منهجية بتسمح بالتفكير المتوازي وتسمح بتوليد الأفكار. الخطوات بتاعتها إيه؟ مراحل صياغة الرؤية التنظيمية، تعريف الصناعة وتطورها، وبعدين صياغة رؤية المنظمة وصياغة مجالات الرؤية. يبقى كأنه المراحل ثلاث مراحل: نعرف الصناعة، نصوغ الرؤية، نصوغ مجالات هذه الرؤية. في الجانب الأول أو في المرحلة الأولى اللي هي مسح الصناعة أو تعريف الصناعة، نقوم بعملية دراسة مسحية سيرفي، بيبحث في جوانب الصناعة المختلفة، نتعرف على أبعادها، نتعرف على مقوماتها، نتعرف على اتجاهاتها، نتعرف على التطورات التي تحدث فيها، نتعرف على مستقبلها، نتعرف على احتمالات التطوير والتنمية والتحديث الخاصة بها. وهنا يستدعي الأمر ان احنا نعمل فوكسنج، نعمل تركيز بقى على دور المنشأة المنتظر. المنظمة بقى دورها فين في هذه الحالة؟ لأن الصناعة بتتضمن المنظمة وكل المنظمات الأخرى، المنافسين اللي بيعملوا فيها. فاحنا نتعرف وندرس من خلال خبراء ومن خلال لقاءات مع المسؤولين سواء في المنظمة أو في غيرها من المنظمات المنافسة، بحيث يستقر لدينا يعني إدراك سليم وواعي وواضح بالنسبة لي اتجاهات الصناعة ايه، تطورات الصناعة ايه، مستقبل الصناعة ايه، العوامل المؤثرة في الصناعة ايه، توقعات الجذب والخروج وتوقعات الانكماش او الاتساع، دي كلها عناصر. ومن بينها بقى اعرف اين موقعي كمنظمة. الخبراء يحددوا موقع المنظمة فيما يدور من حولها داخل الصناعة، الفرص، التهديدات، وهكذا العناصر. وبعدين بيحددوا موقع المنظمة زي ما قلنا، فرص وتهديدات، وعلى ضوء جوانب القوة والضعف فيها. نبدأ بقى نصوغ الرؤية التي تتسم بالشمولية وأن تكون مشتركة ومجمع عليها أي يعتنقها الجميع. يبقى احنا ما جيتش أصوغ الرؤية كده رحت قاعد في بيتنا ومنعزل وقعدت أصوغ بقى ما أشاء أنا من أفكار وأدبج، لا، ده أنا مرتبط بالصناعة، مرتبط بقيادات الصناعة، مرتبط بالمسؤولين في الصناعة، بتعرف على الجوانب المختلفة، الاحتمالات المستقبلية، احتمالات النمو واحتمالات التوسع واحتمالات الانكماش وعوامل الجذب في الصناعة وعمر كل ما يتعلق به، مع دراسة بقى خاصة أين أنا كمنظمة، موقعي فين، دوري إيه، ما الذي يتعين علينا أن أقوم به، ما هو المتوقع من ما أقوم به وطبيعة الأدوار ومدى إيجابيتها وأثر ذلك على المنافسين ومن ثم على مركز التنافسي أو مكانتي لدى العملاء. بصوغ بقى الرؤية، خلاص أصبح لدينا تصور كامل، فبالتالي نصوغ رؤيتنا، ماذا نريد، ما هو الحلم الذي نسعى إليه خلال الفترة القادمة 10 سنين، 5 سنين، 15 سنة، 20 سنة، الحلم الذي نسعى للوصول إليه، بس بثلاث شروط: الشمولية، كل الجوانب الخاصة، والاشتراك، يعني رؤية شاركة في صياغتها الجميع، ومن ثم يجي السمة الثالثة أنها قد حصلت على الإجماع، رؤية يعتنقها الجميع.
فتيجي بقى تصوغها في المجالات بتاعتها، وهم الاربع مجالات اللي اتكلمنا عليهم كحد ادنى. الجوانب الاربعه كما تحدث عنها كابلن ونورتون، اللي هم المالي والعملاء والعمليات والنمو والتعلم. يبقى اذا خلاص اصبحت الرؤيه التي بنيت على اسس حقيقيه واسس واقعيه من داخل الصناعه، وحددنا على وجه الدقه اين موقع المنظمه بتاعتنا، ياتي الامر فنصوغ رؤيه مشتركه وشامله ومجمع عليها من المشاركين، تتناول الجوانب الأربعة التي صاغها كل من كابلن ونورتون: الجانب المالي، الجانب العملاء، العمليات الداخلية، النمو والتعلم. وقد نرى حينئذ أننا بحاجة إلى جانب أو أكثر نضيفهم أيضا إلى هذه الجوانب الأربعة. طيب تعالوا نمسك كده تعريف الصناعة بقى، الدراسة المسحية ووصف تطور الصناعة ودور المنشأة المنتظر في هذه الحالة. يجب أن يتم إرساء أساس للتوصل إلى إجماع بشأن خصائص ومتطلبات الصناعة. دايما يا أبنائي وبناتي بسأل سؤال: شايفين إيه اللي في إيدي؟ ماذا في يدي؟ إيه اللي في إيدي؟ حد من بناتي بتقول لي ورقة. وحد أيضا من أبنائي بيقول لي ورقة. طيب مش مختلفين، حد بيقول لي يعني ورقة بيضاء او ورقة مكتوب فيها، على حسب ما يرى. بينما حد تاني بيقول لي انت في ايدك مستطيل اهو، الطول والعرض اهو مستطيل. بعض التاني بيقول لي لا، في يدك خط مستقيم، في يدك خط مستقيم. اتدرون ابنائي وبناتي ما هي الرسالة التي انقلها لحضراتكم؟ انا بقول لكم والله انه نحن يعني في موضوع واحد ادركها كل منا ادراك مختلف عن الاخرين، ادركها كل منا ادراك مختلف عن الاخرين، وهو ادراك صحيح. اللي قال ورقة صح، واللي قال مربع مستطيل صح، واللي قال خط مستقيم صح. لكننا في الاداء الاستراتيجي وفي تعريف الصناعة نريد ان نصل الى فهم مشترك، يعني نوحد المفاهيم بتاعتنا. لماذا؟ لانه احد اهم اسس الاداره الاستراتيجيه انه الجميع يتحرك في اتجاه واحد بجهود مجمع عليها، بجهود منظمه. يبقى على هذا الاساس بنيجي نقول انه من المهم ان احنا نتوصل الى اساس يضمن لنا الاجماع بشان احنا بنتكلم على صناعه، وصناعة كمان احنا ايه بنتكلم على متطلباتها، ونتكلم على خصائصها، ونتكلم على احوالها، ونتكلم على مستقبلها. طب المستقبل ده في علم الغيب، ما عندناش شيء مؤكد بالنسبة له، فلا بد ان احنا نصل الى نوع من القناعة الاجماعية بشأن هذه الصناعة وخصائصها وتطوراتها ومتطلباتها المستقبلية. كما يتعين علينا ايضا ان نضع تعريفا واضحا لوضع المنشأة او لوضع المنظمة الحالي ودورها في الصناعة، موقعها ايه، موقعها في التبعية ولا في القيادة، ولا الدور الذي يعول عليها ايه فيه. ايضا يتطلب الامر تعريف الصناعة وصفا يتطلب بدوره الوصول الى اتفاق حول الكيفية التي ستتطور بها الصناعة في المستقبل. لازم يبقى عندنا اتفاق، الصناعة دي رايحة على فين، أبعادها إيه، زي ما قلت لكم توسع ولا انكماش، تطوير، دخول أعضاء جدد، أم أنها طاردة بالنسبة للأعضاء الحاليين. ومن ثم ننطلق إلى بناء منطلق وركيزة أساسية عشان نبدأ نطور بقى. خلاص أصبح عندنا فهم بننطلق منه، أي أننا لا ننطلق من الفراغ، لا ننطلق من الذاتيات، لا ننطلق من الأهواء، لكننا ننطلق من قاعدة صلبة قامت على أساس الدراسة والبحث والفحص والتمحيص بالنسبة للجوانب المختلفة. وهذا يتطلب عقد العديد من المقابلات مع رجال الإدارة العليا، مع قادة الرأي المؤثرين أو الأكثر تأثيرا في المنظمة. لماذا؟ لأننا نريد أن نستنير بآرائهم.
لأننا نريد أن نكون وجهات نظر متكاملة شاملة متجانسة مع بعضها البعض. إن ذلك سيفيدنا في النهاية في الاعتماد مع الاعتماد على بعض النماذج المعروفة في دراسات الاستراتيجية مثل نموذج SWOT اللي هو SWOT Analysis, SWOT Strength, Weakness, Opportunities and Threats, أو نموذج بورتر ده واحد من أهم الكتاب الاستراتيجيين, ده من جامعة هارفارد مايكل بورتر, أو نموذج تحليل القدرات الفردية المنشأة. كل الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك ده أبنائي لازم تبقوا منتبهين, نحن بصدد جهود منظمة, جهود ممنهجة, جهود مرتبة, وليست أعمالا عشوائية. في الاستراتيجية احنا ما بنشتغلش بعشوائية, نحن نعمل بإيه؟ بخطوط, بخطوات منظمة مرتبة منسقة ممنهجة. طيب بدل كانت الخطوة الأولى اللي هي تعريف الصناعة, الخطوة الثانية صياغة رؤية الإي المنشأة التي تتصف بالشمولية. يقوم نموذج قياس الأداء المتوازن على رؤية شاملة تتضمن كل الجوانب اللي حدها الأدنى 4 جوانب قالهم نورتون وكابلن: مالي, عملاء, عمليات, تطوير وتعليم, ويمكن أن يضاف إلى نعم ويمكن أن يضاف إليهم. وفي المثال اللي جبناه الآن أضفنا بعدا خامسا أو جانبا خامسا اللي هو جانب إيه؟ اللي هو جانب, أيوة, جانب الموارد الإيه البشري. ويجب التأكد في مرحلة مبكرة من وجود رؤية يعتنقها الجميع بشكل مشترك. لا يتوائم أبنائي وبناتي عند قيامنا بممارسة الإدارة الاستراتيجية, لا يتوائم معنا أن نجد أننا أمام شراذم, مجموعات متشرذمة من العاملين داخل المنظمة, كل تحوصل حول أهداف شخصية ربما تتعارض مع بعضها وربما تتعارض مع رؤية المنظمة. لابد أن احنا نتأكد أننا على قلب رجل واحد وأن جهودنا كلها موجهة لصالح إنجاز الـ 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 النشاط أو العمل داخل الإيه الـ أو الحلم أو الطموح الذي تسعى إليه المنظمة. ويتعين علينا أيضا أن يتم بناء المقاييس اللي هتقيس بيها, المسطرة اللي هتستخدمها توزن بيها الإنجازات على ضوء الرؤية التنظيمية التي نسعى إليها, مع تحديد العوامل التي ينبغي مناقشتها عند رؤية المنشأة. وهي ايه بقى لما نيجي العوامل دي؟ اهم الرؤية الشاملة تتضمن نواحي مالية, تتضمن تطور تكنولوجي, تتضمن متطلبات وتوقعات الملاك, تتضمن الحديث عن بيئة العمل, تتضمن القدرات المحورية. يبقى اذا ايه المسألة؟ تحتاج الى الشمولية في النواحي المالية والتكنولوجية والملكية وبيئة العمل البيئية والقدرات. وبالتالي إذا نقص أي جانب من هذه الجوانب لم تكن أو لن تصبح الرؤية رؤية شاملة, تصبح الرؤية رؤية جزئية أو يعتورها نقص. معايا حضراتكم؟ بنيجي بقى نشوف هنا لازم نعرف إيه هي المشاركات النهائية أو الرؤية النهائية لكل مشارك بالنسبة للرؤية. كل منا كيف يراها؟ إيه مدى إدراكه لها؟ عاوز أقول لحضراتكم أبنائي وبناتي إنه إخواننا المتخصصين في علم النفس بيقولوا لنا قاعدة جميلة جدا, بيقولوا إنه الإدراك الخاطئ تترتب عليه نتائج مضللة, بينما الإدراك السليم أو الصحيح تترتب عليه نتائج جيدة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمنظمة. إحنا كخبراء وكإدارة عليا يتعين علينا أن إحنا نعي أو ندرك أو نتأكد
من انه كل الاطراف المعنية سواء كانت تخطيطية او تنفيذية تدرك ادراكا سليما مشتركا، تدرك ادراكا سليما ومشتركا، بمعنى انه لا توجد فروق في الادراك، لانه ما لم يكن الرؤية واضحة او الادراك واضح ومشترك يبقى سيحدث نوع من التنازع ونوع من الصراع غير الصحي يؤدي الى انه لا يتم تجنيد كافة موارد المنظمة بما يحقق اهدافها او بما يحقق اغراضها او بما يحقق رؤيتها. يبقى مهم جدا ان احنا نبقى متأكدين بشكل قطعي ان هناك ادراك كامل لرؤية المنظمة، وهذا الادراك الكامل مشترك من قبل كافة المشاركين في صياغة الايه، في صياغة الرؤية. علينا ايضا ان نسمح لكل مشارك بان يوصف الصورة التي يعتقد ان المنشأة ستبدو عليها عند تحقيق الرؤية. فاكرين كتاب كان طلع من سنوات بيتكلم على اكثر الافراد فعالية، انا يعني لا يحضرني الان اسم المؤلف ورجل شهير اظنه ايضا من هارفارد، لكن احدى النقاط الاساسية اللي كان بيركز عليها بيقولك علينا أن حين نبدأ أن تكون النتيجة في أذهاننا، يبقى عارفين ما هي النتيجة التي سنتحققها وبالتالي بنصوغ كل جهودنا للوصول إلى هذه النتيجة. وعلى هذا الأساس نحن نقول أنه علينا أن نسمح لكل مشارك أن يوصف الصورة التي يعتقد أن المنشأة ستبدو عليه وهو شايف شكل المنظمة وأداء المنظمة خلال الفترة المقبلة عندما تتحقق الايه، عندما تتحقق الرؤية. واجب ان يعبر جميع المشاركين من خلال بضع كلمات بس، كلمات محددة ودقيقة ومصاغة بشكل جيد عن تفسيرهم للرؤية من منظور مجالتها المختلفة. ما المعنى الذي يصل اليك؟ ما هو المقصود بهذه النقطة؟ ما هو المقصود بهذه القضية؟ يبقى لابد ان احنا نتأكد من خلال التفسيرات التي يقدمها كل منهم، الكلمات التي تصاغ من كل منهم لانها تعكس الفهم، تعكس الادراك السليم للمرئيات المختلفة. هنا واحنا بنمنهج المسألة يمكننا ان نعتمد او نستفيد من مجموعة من الاسئلة في بناء الرؤية وصيغتها. ايه اهم هذه الاسئلة عشان نتأكد بقى هل الرؤية تمدنا بالثقة التي نحتاجها؟ الحلم يولد لدينا الثقة؟ هل تعطينا الرؤية التحدي الذي نحتاجه؟ تحدي يشحذ الهمم ويجعلنا مصرين على الإنجاز في ظل ظروف صعبة وظروف بتتطلب ان احنا جميعا نكون مدركين لطبيعة ما نحن مقبلين. هل تساعدنا الرؤية في صياغة الأهداف على نحو مرضي؟ نقدر نحط الأهداف بتاعتنا بشكل مرضي؟ هل نشعر أن الرؤية ذات مغزى وأنها تخصنا دون غيرنا؟ نيجي بقى لصياغة مجالات الرؤية اللي هي الخطوة الثالثة، إن دراسة وتحليل مجالات الرؤية التي سيتم بناء المقاييس عليها. وهنا ده المقصود بقى في الصياغة، لابد من الدراسة والتحليل الأول، علما بأن هناك أربعة مجالات للرؤية كما حددها كابلن ونورتون، وهي الرؤية المالي، المجال المالي للرؤية، مجال العملاء للرؤية، ومجال العمليات، ومجال رؤية التعلم والنمو. وقد أضاف البعض منظورا خامسا وهو منظور الموظفين أو المنظور البشري، إن اختيار مجالات الرؤية يجب أن يحكمه في الأساس منطق العمل، مصلحة العمل، مع وجود علاقة تبادلية واضحة بين مختلف مجالات الرؤية. ده انا كنت من شوية بتكلم معاكم لما قلنا علاقات السبب والنتيجة في المحاضرة السابقة، فلابد هنا العلاقات التبادلية تكون واضحة ما بين مختلف المجالات، ما بين الجانب المجال المالي والمجال العملاء ومجال التحسين والتطوير ومجال العمليات ومجال الموارد البشرية. دول لابد ايه؟ لابد من
وجود علاقات تبادلية واضحة، كل منهم يؤثر في الجوانب الأخرى ويتأثر بها. دي اللي أنا سميتها علاقات السبب والنتيجة. ومن ثم فينبغي أن يوضح مجال رؤية التطوير الطرق التي تعتزم الإدارة لاتباعها لتطوير المنشأة والمنتجات والخدمات المقدمة، حتى لا تصبح عملية التطوير مجرد يعني عملية كلمات إنشائية غير دقيقة ولا تؤدي المغزى أو المعنى الذي نصب إليه جميعا. الخطوة الثانية بقى هي تحديد الاستراتيجيات وبناء الأهداف الاستراتيجية. ما أنا قلت الخطوة الأولى إن أنا بحدد الرؤية، وشفت العناصر الثلاثة اللي مريت بها عشان أحدد الرؤية. بقى الخطوة الثانية اللي هي تحديد الاستراتيجيات وبناء الأهداف الاستراتيجية العامة. كما اتفقنا فإن نموذج قياس الأداء المتوازن ده بيعد أداة تسهم في صياغة وتنفيذ استراتيجية المنشأة، كما تعمل على مراجعتها ومتابعتها وتقييمها. طيب عشان نحقق بقى الخطوة دي اللي هي الصياغة والتنفيذ والمراجعة والمتابعة، فإن الأمر يفرض علينا أن نعقد على الأقل ندوة مشتركة بمشاركة مين؟ بمشاركة نفس المجموعة المشار إليها في الخطوة الأولى، العمل الخطوة الأولى، اشتركوا معا عشان يحددون. ويكون السؤال الجوهري المطروح عليهم كيف يمكن للمنشأة أن تكتسب ميزة تنافسية أفضل من منافسيها وتحافظ عليها. السؤال الأساسي هنا إزاي إن احنا نحقق ميزة تنافسية. ميزة تنافسية بمعنى إن احنا نكون أقوى من منافسينا ونكون أفضل من منافسينا، وأن نسعى إلى الحفاظ على هذه الميزة التنافسية. إن ذلك يقع في قلب عملية إعداد وصياغة الاستراتيجية. وتشير التجارب إلى أن أعظم مزايا نموذج قياس الأداء المتوازن تكمن في هذه الناحية على وجه التحديد. يبقى زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان احنا في خطوة اللي هي صياغة وتحديد الاستراتيجيات والاهداف، ان احنا بننتبه الى السؤال الجوهري المطروح علينا كيف يمكن للمنشأة ان تكتسب ميزة تنافسية. ما هو جوهر الاستراتيجية ابنائي وبناتي هو الجانب التنافسي، تنافسية المنشأة اي قدرتها على التغلب على منافسيها، وأن تكون دائما محل تفضيل عملائها هو ده الأساس. إن هذا هو قلب، هو لب عملية إعداد وصياغة الاستراتيجية، حيث تشير الدراسات وتشير التجارب إلى إنه هذا الجانب اللي هو جانب بناء الميزة التنافسية المنظمة هو أعظم وأفضل ما في المبادرة أو الأسلوب الخاص بقياس الأداء المتوازن. وفيما يلي سوف نناقش كيفية إعداد استراتيجيات كل منظور. تعالوا نشوف مع كل منظور. المنظور الأولاني المنظور المالي أو الجانب المالي، كيف نعد استراتيجيات؟ إن هذا المنظور يوضح نتائج الاختيارات الاستراتيجية التي تم إجراؤها فيما يتصل بمجالات الرؤية الأخرى. وهنا سنجد وصفا لما يتوقعه الملاك، لأن المنظور المالي مرتبط بالملاك، بيشير إلى توقعات الملاك. فماذا يتوقعون من المنشأة فيما يتعلق بالنمو والربحية اللي هي القرارات المتعلقة باستثماراتهم؟ وترتبط القضايا الأخرى التي يمكن أن يغطيها المنظور باستراتيجيات التكلفة والاستثمار والحسابات المدينة. احنا هنا بنضع وصف لما يتوقعه الملاك من المنشأة فيما يتعلق بالنمو والربحية، وارتباط ذلك باستراتيجيات التكلفة والاستثمار والحسابات المالية. وقد أشار كابلن ونورتون إلى ثلاث موضوعات استراتيجية ترتبط بهذا المنظور، تتمثل في مزيج المنتجات ومعدل النمو، القواعد الأساسية لاستغلال الطاقة الإنتاجية وخطوط التكاليف، وأخيرا استراتيجية الاستثمار. استراتيجية الاستثمار. يبقى كابلن قال والله إنه هناك ثلاث موضوعات استراتيجية ترتبط ارتباطا كبيرا بالمنظور المالي: المنتجات ومعدل النمو،
قواعد استغلال الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف، استراتيجية الاستثمار، استراتيجية الاستثمار، لأنه ده اللي مرتبط بالجوانب المالية وكيف تتحقق والعوائد والعائد على الاستثمار وإرضاء أو تحقيق التوقعات الخاصة بالملاك أو حملة الأسهم. يبقى إذن بنجد حتى إنه نورتون وكابلن لما اجتهد في وضع نموذج بطاقة قياس الأداء لم يقصر، رشد الإدارة العليا والمديرين المسؤولين المديرين التنفيذيين، رشداهم في إيه؟ فقالوا لهم والله جانب المتعلق بالجانب المالي أو بالمنظور المالي، العناصر الاستراتيجية المرتبطة بهذا المنظور تتمثل في المنتجات، والمنتجات دي هي حجر الزاوية في الأداء الاستراتيجي. المنتجات أبنائي وبناتي لا نقصد بها خصائص ملموسة بالنسبة للمنتج، طعمه ولونه وأبعاده، لكن نقصد المنفعة. مزيج المنتجات يعني مزيج المنافع التي تقدم للعملاء واللي هينبني عليها ولاء العملاء، والتي ستؤدي إلى زيادة في العوائد وزيادة في الأرباح، وبالتالي زيادة في العائد على رأس المال، وما يرتبط ذلك بقى به من معدلات النمو وتطورها. ما احناش متوقفين عند نقطة معينة ولكننا بنستمر فيه. أيضا كيف يمكن استغلال الطاقة الإنتاجية دون إسراف، دون فاقد، دون تالف، دون ضائع، وهذا بيساهم في خفض التكاليف. يبقى ارتبط بقى بالعمليات اهو وخفض التكاليف، وده بيرشد وبيحسن من أدائنا في العمليات. أيضا هناك استراتيجيات الاستثمار ومعدلات النمو ومعدلات الربحية والتوسع وغيرها من العناصر التي تؤثر على المنظور المالي بالنسبة للملاك. فإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر أو منظور العملاء، فإن هذا المنظور يركز على خلق قيمة ومنفعة للعملاء وكيف يمكن تحقيق ذلك والأسباب التي تجعل العملاء على استعداد لدفع المقابل المالي أو التضحية. ما يقدمه العملاء جانب مالي، جانب بدني، تكلفة بدنية أو تضحية بدنية، تضحية عقلية، تضحية زمنية، أربع عناصر بتكون التضحية. ما الذي يجعل العملاء على استعداد لدفع هذا المقابل وعلى استعداد لتحمل هذه التضحية من أجل الوصول إلى المنتج؟ المنفعة. ولذلك يجب أن تسترشد العمليات الداخلية وجهود تطوير المنشأة بهذا المنظور. دايما احنا مع العميل حتى نبحث عن دوافعه، عن أسباب سلوكه، عن المحفزات التي تجعله يقبل على أن يقتني المنتج، وأن تكون تفضيلاته دائما هي للمنظمة ومنتجاتها. لأنه العميل رشيد، العميل أبنائي وبناتي حين يتعامل مع المنظمة فإنه يقوم بعقد مقارنة بين واحد، يعني شوفوا رقم واحد، المقارنة رقم واحد أنه يعقد مقارنة بين المنفعة التي تعود عليه والتضحية التي يتحملها. فإذا كانت المنفعة أعلى من التضحية فبالتأكيد سيقبل على التعامل. لكن قبل أن يتعامل هو يقوم رقم اثنين بمقارنة ما بين المتنافسين في هذا المجال، ما بين منظمتي والمنافسين لها، وهو سيتعامل مع المنظمة التي تقدم له أفضل العروض أو التي تقدم له أفضل المنافع. يبقى نمرة واحد بيقارن ذاتيا كده بين ما يحصل عليه من منفعة وما تحمله من تضحية، وبعدين نمرة اثنين بيقارن ما بين الجهات المختلفة المتنافسة التي تقدم له المنافع المختلفة والعروض المختلفة، بحيث انه يستطيع ان هو يعني انا كمنظمة استطيع الاسترشاد والاستنارة بهذا الاداء من قبل العملاء. علينا هنا كمنظمة استراتيجية ان ندرس تفضيلات العملاء وسلوكياتهم، ونرصد اي تغيرات في الجودة وفي وقت التسليم والتسعير وعملية التوزيع لكافة جوانب العلاقة. كوتلر يقول لنا ايه؟ كوتلر يقول علينا ان نبني وان نسعى لبناء علاقات قوية وجيدة
ومربحه مع عملائنا، قويه وجيده ومربحه. وهذا الامر بيتطلب، لانه ما نقدرش نقول انها قويه دائما وجيده دائما الا اذا ضمننا انها مستجيبه متطوره. نرصد اي تغيرات في الجوده، في مستويات الجوده عندنا وعند المنافسين، ونرصد اي تغيرات في وقت التسليم، في التسعير، في عمليه التوزيع، لاننا لا نعمل في الاسواق بمفردنا بل هناك المنافسون. كما ينبغي على المنظمه ان تنتبه للتغيرات التي تحدث او المتوقع حدوثها، وان تكون قادره على الاستجابه السريعه له. هذا يتطلب ابنائي وبناتي من المديرين الاستراتيجيين، بيتطلب مننا ايه؟ بيتطلب مننا ان نكون على اهبه الاستعداد دائما، وان نكون مبادرين بشكل دائم حتى يمكننا الاخذ بزمام المبادئه. انت لن تكون مدير استراتيجي ولن تكوني مديره استراتيجيه الا اذا كان لديكم القدره على المبادره والمبادئه والتعامل مع الجوانب المستقبليه المختلفه في الايه، في الاسواق، وايضا ربطها بمنتجاتنا وقدراتنا وقدرات موظفينا مع السعي الدؤوب لاجتذاب عملاء جدد ومنتجات جديده عشان نتوسع وعشان ننمو. يبقى لابد من اجتذاب العملاء والمنتجات الجديده. واعلموا ابنائي وبناتي ان العميل دائما يقارن، ومن حقه ان يقارن، ومن حقه ان يبحث عن مصلحته، ومن حقه ان يعظم المنفعه التي يحصل عليها. المقاييس التي تمثل نتيجة طبيعية لهذه الموضوعات الاستراتيجية تتمثل في، يبقى أنا بقيس بقى بإيه؟ نمرة واحد الأنصبة، الحصص السوقية، الشركة ألف والشركة باء والشركة جيم، كل منهم ما هي نسبة ما تحصل عليه من الأسواق. يعني أنا ببيع بما قيمته 150 مليون ريال، بينما الصناعة كلها في حجم المبيعات اللي فيها ايه كان 500 مليون ريال، يبقى اذا انا نسبتي او حصتي 30%. كما يجب ايضا ان احنا من القياسات المهمة جدا وولاء العملاء، وابسط المقاييس لولاء العملاء هي تكرار شراء المنتجات، تكرار شراء المنتجات. وعلى العموم موضوع الولاء من الموضوعات اللي يعني كل يوم فيها مقاييس وأدوات واجتهادات، لأن ولاء العميل هو مبرر وجودنا أبنائي وبناتي الأعزاء. أيضا من المقاييس المهمة جدا تدفق العملاء الجدد، بنجذب عملاء جدد. وعاوز أنبهكم النقطة، إحنا وجدنا إنه في الأبحاث بتاعتنا إن تكلفة جذب عميل جديد، عميل واحد جديد، تكلفة جذبه تساوي تكلفة الحفاظ على 5 عملاء من القدامى. محدش بقى هنا يقدر منكم يقول لي ايه، الله طب ما نكتفي بان احنا بدل يعني ما انفقه لجذب عميل جديد يكفيني الاحتفاظ ب5 عملاء، طب ما تخلينا ننفق على الحفاظ على العملاء فقط. طيب ده بيحافظ على العملاء، يحافظ، لكن اين النمو، اين التوسع، اين جذب العملاء الجدد؟ وهذا امر يجعلنا عشان نعمل عملية التوازن. نعمل ايه ابنائي وبناتي؟ نعمل عملية التوازن بين ما عملية التوسع والنمو وعملية الحفاظ على وضعنا السوقي أو وضعنا التنافسي. أيضا من المقاييس المستخدمة هنا رضاء العملاء عن المنتجات. انتوا عارفين كلمة رضاء العملاء عن المنتجات دي ماذا تعني؟ لما جينا درسنا قلنا احنا عشان يعني الرضاء بمعنى أنني ألبي حاجات ورغبات العملاء، رب ألبي حاجات ورغبات العملاء واسكت. لا امال ايه؟ قال لك تلبيه رضا، تلبيه حاجات ورغبات العملاء، ده الرضا بس ايه؟ وفق توقعات العملاء. لان احنا لما بنعرف الحاجات والرغبات بنبدا نترجمها، بيقوم الخبراء بترجمتها الى الترجمه الفنيه المختلفه، او بحيث بقى تنتج ازاي، ابعادها ايه، مواصفاتها ايه، الى غير ذلك. فنقول طيب هل المهم بالنسبه لنا رأي الخبير أم رأي العميل؟ نقول لا، رأي الخبير مهم ولكن رأي العميل أهم. طيب بتقول وفق توقعات العميل، ماذا يتوقع مننا العميل؟ أرجوكم انتبهوا للمفاجأة اللي هقولها لكم دي. لما عملنا دراسات وجدنا أنه
توقعات العملاء من اي منظمه تصل الى نحو 64 توقع. يتوقع منك الجودة، يتوقع منك الدقة، يتوقع منك الاحترام، يتوقع منك الضيافة لما تلتقي به، يتوقع منك المنفعة، يتوقع منك الأمانة، يتوقع منك المصداقية، يتوقع منك مراعاة مصالحه، يتوقع من 64 توقع. إتاحة المنتج، التوقيت، التكلفة المناسبة، 64 توقع. نعم. وانت بقى عشان تحقق رضا، تقول ان العميل راضي، يبقى لابد ان انتفي بال 64 توقع. شوف بقى، انت الاول عاوز تعرف ايه هي التوقعات التي قد تصل في بعض الاحيان الى 64 توقع، ثم تبذل جهودك وانشطتك التسويقية بما يلبي هذه التوقعات او يفي بهذه التوقعات. ده الرضا. ده بالله عليكم يعني ايه حجم المنظمات التي تستطيع تحقيق هذا التوقع ومن ثم قياس رضاء العملاء؟ ترتب على كده بقى ان احنا نبدأ نقيس ربحية العملاء والاسواق. احنا عندنا وانا قلت لكم قبل كده في المقياس قاعدة 20-80، قاعدة 20-80 اللي هو باريتو، وقلت لحضراتكم انه ممكن قوي بنجد ان وفقا لهذا المقياس فان 20% من عملائنا بيحققون 80% من ارباحنا. ازاي احدد الشريحة دي؟ وايه استراتيجياتي في التعامل مع هذه الشريحة والوصول اليها حتى استطيع ان انجز ما اصبو اليه اللي انا بسميها ايه؟ الربحية الخاصة بي. الربحية 20% من عملائنا بيحققون 80% من ارباحنا. المنظور الثالث اللي هو منظور العمليات الداخلية، وهو منظور يشكل تحليلا للعمليات الانشطة اللي بتتم داخل المنظمة. العمليات، كلمة عمليات ابنائي بتعني مجموعة من الانشطة المتكاملة المتجانسة التي تتجه الى تحقيق هدف معين او نتيجة معينة. وبالتالي من الموضوعات الاستراتيجية التي ترتبط بهذا المجال، مجال العمليات، موضوع الموارد، موضوع القدرات، موضوع العمليات الفنية التي تحتاجها المنشأة حتى ترتقي بأدائها وترتقي بذاتها. واجب علينا دراسة وتحليل العمليات التي تولد القيمة بالنسبة للعملاء، وتقود كذلك إلى الوفاء بتوقعات حملة أسوأ. ما هي عمليات تبادلية، العميل يحصل على المنفعة والمنظمة تحقق القيمة بالنسبة للمساهمين. منفعة يبقى العميل راضي، يبقى موالي منتمي للشركة، لا يفضل عليها المنافسين، تتكرر معدلات مشترياته مننا، بالتالي بتنخفض التكاليف وتزداد الأرباح التي تعود إلى المساهمين. يبقى رضاء العميل أدى إلى رضاء المساهم، أو إن رضاء المساهم أو المالك يتحقق عبر تحقق رضاء العميل. يعني لما تتحقق رضا العميل هيبقى يرضى المساهم بشكل، لانه رضا العميل بيترتب عليه مشتريات زياده، بيترتب عليه انخفاض في التكاليف، بيترتب عليه ايرادات اعلى، بيترتب عليه ارباح اعلى، تذهب هذه الارباح الى الملاك او المساهمين، يبقى دول راضين ودول راضين. فالامر هنا شوفوا التركيبه التداخليه والعلاقات التداخليه ما بين العناصر المختلفه في هذه الانشطه. وينبغي التعرف على عمليات المنشأة على المستوى العام، ويفيدنا نموذج بورتر المسمى سلسلة القيمة في القيام بذلك، حيث يقدم وصفا لعمليات المنشأة بدءا بتحليل احتياجات العملاء وانتهاءا بتقديم المنتج. يبقى نموذج سلسلة القيمة ده النموذج اللي أعده مين؟ اللي أعده بورتر. نموذج سلسلة القيمة من الذي أعده؟ قلنا بورتر. تعالوا مع بعض كده نشوف بقى اهي النموذج اللي قدمه بورتر، اللي هو مجموعة العمليات المتكاملة التي تمثل نموذج سلسلة تحقيق القيمة. بدأنا نشوف اول حاجة، نقطة البداية هي العميل، ونقطة النهاية هي العميل، وهي عملية دائرية مستمرة. يبقى زي ما بيقول بورتر، ابدأ بتحديد حاجة العميل، وبعدين نبدأ نعمل عملية التصميم والتطوير، اللي هي العمليات المختلفة اللي بتساعدني بقى حتى يعني تكون سلسلة القيمة جاهزة. هنا بقى الجزء تحديد الحاجات، اصمم واطور،
وانا بقول رأي الخبير هنا في هذه الحالة مهم، ولكن رأي العميل اهم، بحيث اصبح عندي المنتج ذو المواصفات التي تلبي وتفي بحاجات ورغبات العملاء وفق توقعاتي. طيب يبدأ الجزء الثاني بقى اللي هو مرحلة سلسلة التوريد، اللي هي التصنيع، التسويق، والخدمة الخاصة بالعملاء، فيتم تلبية واشباع رغبات العملاء. كأنه نقدر نقول انه سلسلة تحقيق القيمة بتتضمن مجموعتين من العمليات، تتضمن مجموعتين من العمل. الجزء الاولاني حتى الوصول الى السوق، فدي عمليات ابتكارية، نفهم حاجة العملاء ونصمم ونطور، وهناك عمليات تنفيذية زي التصنيع وزي التسويق وزي خدمة ما بعد البيع. شايفين التكامل، شايفين الشمولية، شايفين التنوع، شايفين الابداع والابتكار، اشياء كلها مرتبطة مع بعضها البعض. لو حدث قصور في مجال من هذه المجالات على طول بيأثر على المحصلة النهائية او على الاداء الاستراتيجي النهائي. المنظور الرابع او الجانب الرابع اللي هو منظور التعلم والنمو، او جانب التعلم والنمو، ويمكن من خلال هذا المنظور يمكن للمنشأة او يمكن المنشأة من ضمان قدرتها على التجديد. وانتوا فاكرين ابنائي وبناتي، من لا يتجدد يتبدد، كما انه شرط اساسي لاستمرار المنظمة وبقائها على المدى الطويل. من لا يتغير او من لا يتطور يتدمر. عاوزين تجديد وتطوير والا تبديد وتدمير. ايه اللي يحقق لنا التجديد والتطوير؟ منظور التعلم والنمو. ان هذا المنظور يمكن المنشأة من دراسة او يمكن المنظمة من دراسة ما يجب ان تفعله للاحتفاظ بالمعرفة التقنية المطلوبة لفهم واشباع حاجات العملاء وتطوير تلك المعرفة. فهم واشباع حاجات العملاء وتطوير تلك المعرفة الى جانب اهتمامها بدراسة كيفية الاحتفاظ بالكفاءة والانتاجية للعمليات التي تخلق قيمة للعمل. وكي نتوصل لاستراتيجية مناسبة للقدرات، فإننا نحدد المجالات التي ستوظف فيها المنشأة استثماراتها بهدف تطوير قدراتها من الداخل، وتلك التي ستلجأ فيها للتعاون مع أطراف خارجية. مهم جدا، لأنه إحنا عاوزين ننمي العمليات وننمي المهارات ونكتسب القدرات، وهذا أمر إما أن يتم أو بيتم من خلال سبيلين: السبيل الداخلي عبر قدراتنا وإمكاناتنا الذاتية، والسبيل الخارجي عبر الاستعانة بالخبراء. وهنا علينا أن نطرح مجموعة من الأسئلة اللي بتفيدني في هذا المجال: ما الذي تتكون منه القدرة؟ ما الغرض الذي ستستخدم فيه هذه القدرة؟ كيف تؤثر على قيمة العميل؟ وما مدى أو درجة تخصصها؟ كيف تتغير بمرور الوقت؟ ما درجة تكرار استخدامها؟ وكيف تتأثر بتكنولوجيا المعلومات؟ هذه الأسئلة أنا مش جايبها لكم يا أبنائي وبناتي عشان نحفظها، ولكن شوفوا المدلول بتاعها، شوفوا التركيبة المنطقية اللي بتترتب على بعضها، شوفوا المنهجية المنظمة التي تؤدي إليها هذه الـ 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 الأسئلة. هنا المقصود إيه يا أبنائي وبناتي؟ اللي أنا بكرر وبقول لكم مرارا وتكرارا من فضلكم، انتبهوا، انتبهوا لإيه؟ نحن في الإدارة الاستراتيجية نلجأ إلى عمليات منظمة ممنهجة بعيدا عن العشوائي، بعيدا عن الأداء غير الـ 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 السليم غير الواعي. لا، لابد أن يبقى عندنا وعي، عندنا إدراك، عندنا منطق، عندنا خروج على المألوف، عندنا تفكير خارج الصندوق. كل هذه العناصر يجب أن تتكامل مع بعضها. و أنا عاوز أقول لكم أنه المنهجية بتوفر لي نظام لا يقتل لدي الإبداع. أنا أستطيع أن أضيف وأستطيع أن أبدع وأستطيع أن أبتكر، لكن وأنا ماشي في مسار محدد أستفيد فيه من تجارب الآخرين، أستفيد فيه من معلومات الآخرين وأضيف إليها. نعم، وأضيف إليها، لكن لا أبدأ دائما من الفراغ. اتعلموا أبنائي وبناتي أن احنا في الاستراتيجية علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، علينا أن نستفيد من الإبداعات. الجماعة بتوع هارفارد وما أضافوه أنا أستفيد منه بإن أخده وعيد توظيفه وعيد تجديده وعيد تطويره وعيد تكييفه بما يتفق مع احتياجاتي. في هذه الحالة بنقول نجحنا إن إحنا
ننطلق ونجحنا ان احنا نكون منافسين ونجحنا ان احنا نحقق ما نصب اليه من مزايا في هذا المجال. يبقى اذا احنا هنا شفنا الاسئله اللي بيطرحها كابلن ونورتون، وانا ما يعنيني هنا شوف التسلسل المنطقي هي ايه، تستخدم في ايه، ازاي تاثر، ما مدى درجه تخصصها، كيف تتاثر بمرور الوقت، وبعدين تكرار استخدامها ومدى تاثرها بتكنولوجيا المعلومه. ثم تاتي الخطوه الثالثه اللي هي تحديد عوامل النجاح الحاكمه، اي المناقشه والحكم على ما يكون مطلوب للنجاح. حاكم يعني مطلوب للنجاح، وما هي العوامل ذات التاثير الاكبر على النتائج المنشود تحقيقها. وهنا يتعين تقرير عوامل النجاح الحاكمه وترتبها حسب الاولويات، مع تكوين مجموعات نقاشيه بقى، الناس تقعد تتناقش، تنقل الافكار، تعبر، تولد الـ 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 الافكار، تتعدد الرؤى والمقترحات، ومن هنا ده بيضمن لنا التكامل ويضمن لنا الايه الشموليه. هذا يساعدنا في ضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجيه التي سبق وضعها، كما ينبغي الحرص على احداث ترابط افقي ورأسي بين عوامل النجاح الحاكمه والحرص على اتساق المقاييس داخليا بين جوانبها المختلفة، مع إعداد رسم تخطيطي للمقياس كخريطة استراتيجية بيانية، وتجنب تحقيق التفوق في عامل نجاح ما على حساب عامل آخر. ده يبقى اسمه التفكير القاصر. احنا عاوزين تفكير شامل، كل العناصر مترابطة مع بعضها. لما تبقى ناجح في مجال ومقصر في مجال آخر، مجال التقصير ده سيؤثر، هيحد من عمليات النجاح. عشان كده لابد من النجاح في الجوانب المختلفة، ولابد أن يحصل توافق مع الرؤية الشاملة والاستراتيجية العامة وتساندهما. ثم بتأتي بقى علاقات السبب والنتيجة ما بين المبادرات الاستراتيجية والمقاييس. شايفين التداخل ماشي ازاي؟ هنا تحسين القيمة المالية للمساهمين، ده البعد المالي، على البعد الخاص بالعملاء، هذا البعد الخاص بالعمليات الداخلية، بعد متعلق بالتعليم والنمو. لما باجي أقول بقى شوفوا هنا إيه، أنا تحسين القيمة المالية للمساهمين ده بيحتاج زيادة أرباح، وده ديبندنج على استراتيجية الإنتاجية واستخدامنا للأصول وفعالية التكاليف واستراتيجية النمو للمنتجات والخدمات والعملاء. يقوم بقى ماشي معايا رايح على فين؟ رايح بقى بيبني لي على البعد المتعلق بالعملاء، ما بين علاقات استراتيجية مع الجهات الخارجية، وعلاقات بتمثل الإيمج أو الصورة الذهنية للشركة، علاقات العملاء والعلامة التجارية، والعوامل المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأسعار وقوانين التوزيع ومستويات الخدمة. يجي البعد المتعلق بالإجراءات الداخلية أو العمليات الداخلية، معلومات ومعرفة، مستوى مسؤولية التكاليف، الروابط بين الإدارات، الروابط الشاملة، العناية بالعملاء، تخطيط التقنيات، تخطيط الأعمال. ثم البعد الرابع اللي هو التعلم والنمو، دعم البنية التحتية للتقنية، تطبيق الأسلوب التجاري، الثقافة والقيم العامة، بناء القدرات والكفاءات. تعالوا بقى بصوا مع بعض، لما تاخد الثقافة والقدرات العامة بتنطلق تترك أثرا على إيه بقى، ده مؤثر على قاعدة المعلومات والمعرفة على مستوى الشركة، وعلى قدرتنا على العناية بالعملاء. طب قدرتنا على العناية بالعملاء بتبني، بتساهم في بناء علاقتنا مع العملاء، وتبقى متأثرة بالمعاملات المتعلقة بالخدمة، وبالتالي بتقودني إلى التأثير على العملاء. تأثير على العملاء بشكل جيد يقوم ده يساهم في تحقيق القيمة المالية أو تحسين القيمة المالية للمساهمين. والجوانب المعرفية والمعلوماتية على مستوى الشركة وارتباطها بالجهات الخارجية يؤثر في تحسين القيمة المالية للمساهمين. شوفوا إذن العلاقات الترابطية وعلاقات المسؤولية وعلاقات السبب والنتيجة ما بين المجالات المتعددة. إذن أنا لا أستطيع أن أنظر لمنظور وأتجاهل المناظير الأخرى، بل يتعين علي دائما أن تكون مناظيري متسقة مع بعضها، تتسم بالتكامل، تتسم بالشمولية، ودراسة علاقات الأثر والنتيجة على النحو الذي أشرنا إليه. ثم تأتي الخطوة الرابعة لتحديد القياسات، بمعنى صياغة المقاييس التي ستؤدي إلى المنظمة تتعرف على الأسباب والنتائج وتوازن فيما بينها. ومن ثم بنعد تقرير نهائي بمعرفة الإدارة العليا والمجموعة الاستشارية بمشاركة شخص له خبرة سابقة بمشروع قياس الأداء المتوازن، يفيد
في احداث ترابط بين عوامل النجاح والمقاييس، يعني بين الخطوتين الثالثه والرابعه. وهنا يتعين ان نشير الى ضروره اشتراك كل الافراد ذوي الصله في عمل المشروع بكل وحده، ويفضل العمل في شكل ندوات وورش عمل عشان نعمل ايه؟ نعمل فهم مشترك، نعمل عمليه توعيه وعمليه يعني بناء الالمام والادراك لطبيعه ما نحن مقبلون عليه. هذا بقى يتطلب اعداد المقاييس والتعرف وايجاد التوازن فيما بينها. يتطلب اعداد مقاييس رئيسيه وثقه الصله لاستخدامها في العمل. يتطلب او ينبغي ان نبدا بممارسه شكل ما من العصف الذهني، لا نبدا برفض اي افكار ولكن تطرح كل الافكار ويتم توليد هذه الافكار. التحدي الاكبر يكمن في ايجاد علاقات سبب ونتيجه واضحه وصياغه المقاييس الشامله بيتضمن تجميع المقاييس تمهيدا للموافقه عليها وعرضها على الاشخاص المعنيين، واطلاع كل فرد في المنشاه بطريقه ما على ما تضمنته عمليه اعداد المقاييس، ويعرض عليهم كل التفاصيل لانه الكل شركاء والكل يعمل في منظمة واحدة من أجل النجاح. أبنائي وبناتي الأعزاء، ما زلنا نواصل يعني بشكل متكامل دراسة هذا التكنيك أو هذا الأسلوب أو هذا النموذج شديد الأهمية وشديد الحيوية بالنسبة لقياس الأداء المتوازن في الإدارة الاستراتيجية. نستكمل في محاضرتنا القادمة الجزء المتبقي من هذا الأمر. إلى أن ألقاكم أتمنى لكم يعني كل توفيق وسداد. أسعد دائما بلقائي معكم، تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.